ظهرت صور غريبة وانتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا للملك تشارلز الثالث بعد تتويجه رسميا على عرش المملكة المتحدة، وقالوا دي مظاهر الاحتفال بتاعة الملك. وفي الحقيقة اكتشفنا ان الصور متركبة من خلال الذكاء الاصطناعي وطلعت مش الصور الحقيقية بتاعت الملك. يا ترى لو حصل معاك نفس الموقف هيكون رد فعلك ايه وهتتصرف ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف الناس هيقولوا لنا ايه. شفتي الصور بتاع الملك تشارلز اللي انتشرت على السوشيال ميديا؟ اول لما شفتيها كده قلت ايه؟ ايه اول حاجة جت على بالك؟ ان هو بجد راجل 100 100. الراجل ده صح الصح والكلام ده صح الصح. انت مال امك ان هي يعني كان في حاجات مش طبيعيه فيها، بس في نفس الوقت ما كانش باين قوي ان هي مش طبيعيه. افتكرتها حقيقيه 100%، يعني ما فيش حاجه هي ما تفرقش حاجه بين الحقيقيه او متركبه. ورث بس خلاص ربنا فرجها عليه. وفلوس بالكم في البنك ما تطلعش من الملك ابدا، يعني حسيته كلاون او اي حاجه. لا هي كانت حاجه غريبه قوي، اكيد مش هيبقى في رئيس بريطانيا متصور بالصور دي اصلا. انت هيكون رد فعلك ايه او هتتصرفي ازاي لحد ركب لك صورك؟ محدش يقدر تبصر. هبعت الصور الاول لمباحث الانترنت وبعدين احاول اوصل للرقم، ويعني هو سواء بابا ظابط فانا هتعامل. ايوه انا الحكومه انا الحكومه. بصراحه انبسط، بس هقول ان هو فيك قوي ان انا مش مبتهجه كده يعني، فاهمه؟ على حسب الصورة، لو صورة حلوة هبسط، لو صورة مش حلوة ساعتها بقى في تصرف تاني. والله هفرح ان انا هطلع هطلع ترند. بالظبط. انا ساعتها هاخد قرار قانوني. لو بإرادتك وهتخلي الذكاء الاصطناعي يركب صورك، قولي لي الصورة هتبقى شكلها ازاي والمكان فين ومع مين؟ اول حاجة بقى مبسوطة مش عارفة ازاي يعني، وهضحك عشان ما بعرفش اضحك في الصور. فين؟ في اي حاجة من اللي هو تحس ان هي صورة من مايكروسوفت اللي هي حاجة مش عارف حققها. شكل المكان هيكون في نادي الزمالك، وشكل الصورة هيكون وانا واقف في الجون عشان انا حارس مرمى مع كريستيانو رونالدو. في المالديفز عادي، او ان انا مثلا معاه في الملعب. ممكن مثلا على ريد كاربت مع كايل جينير بقى وكده، ولابسه بقى الحاجات بتاعتهم الغريبة دي، ويعني كده مع الاجانب يعني. شكل الصورة هتبقى عاملة ازاي؟ اللي الحاجات الغريبه دي اللي هو بقى لابسه حاجات غريبه، لابسه في كوليج نير كانت لابسه كده دريس اسود وعليه راس تنين وراس نمر، عامل زيه عامل كده بقى وحاجات كده بقى. جزر المالديف مع محمد صلاح، ما اعرفش ليه. اكيد طبعا هكون مع رئيس بريطانيا. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. زي ما شفنا راي الناس ايه، انتوا كمان قولوا لنا في الكومنتس لو الصور بتاعتكم حابين انها تتركب من خلال الذكاء الاصطناعي هيكون مكانكم فين ومع مين. اشوفكم في تقرير جديد وموضوع جديد مع ماهي مختار على صدى البلد.